أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة مَنِيٌّ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة ثم كان علقة
ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب ألم يأخذ طرفة ألم يأخذ طرفة من مني ثم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. يجدك يتيما ألا لا لا يجدك ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي ورحمة أبو كمال ورحمة أبو في البسملة من كان بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أخبارك بأن ربك أوحى لك الله ينور عليك يا مشيع الله ينور عليك يا مشيع الله أكبر ربنا يرضى عنك يا رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالا وأخرجت
الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف صدق الله العظيم الفاتحة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
وهكذا يا لغة يمون عشنا سويا في رحب آيات الله البينات تلا على نسال حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور القارئ لإذاعة التلفزيون العربية والعربية الإسلامية والمقيم بمدينة القاهرة. قلنا هذه ثلاث مباركة من الإذاعة الكبرى والصوتيات الحديثة لصاحب الحج عواد بن حسين بن زهيرة طلبة الذهب الكبرى محضر ديزل الرحمن صاحب الحج شاتا من بمدينة السميلوين جبرة المهندس إبراهيم مام. أما الفراشة الحديثة ومخازن الفراشة الكبرى وضعت الأستاذ محمد أبو كمال بالسمارة مركز تمي الأنبياء. الخدمة الفندقية الحديثة برز الشيخ محمد محمود الطبلاوي بالسمارة.